يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد. قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. يقول صاحب القصة: أنا أبو محمد يتيم الأب، ولما توفي أبوي كان عمري 14 سنة. أنا أكبر أخواني وبعدي بنتين وولد، إحنا في البيت أربعة مع أمي خمسة. لما توفي أبوي أنا ما قدرت أني أكمل دراستي بسبب ظروفنا الصعبة. أنا وقتها شلت مسؤولية البيت، أبوي كان عنده محل خضروات وفواكه، فلما توفى الله يرحمه أنا اللي أخذت مكانه، صرت أبيع في هذا المحل. طبعا أمي كانت مرة رافضة الفكرة هذه وتقول لي أنت لازم تكمل دراستك، بس أنا أجبرتها أنه أنا اللي أمسك المحل هذا، وقلت لها من اليوم ورايح أنا بتحمل مسؤوليتكم وأنا اللي بجلس في هذا المحل. لما أبوي كان عايش أنا ما كنت أعرف شيء عن التجارة وعن شغل أبوي، كنت مرة منشغل بدراستي. فلما توفى أبوي مسكت هذا المحل وخسرت مرة كثير لأني طبعا ما أعرف كيف الشغل ماشي، بس بعد فترة تعلمت من أخطائي وتعلمت كيف أجيب بضاعة مرة ممتازة، وتعلمت كيف أجيب الخضار والفواكه بسعر مناسب، وتعلمت كمان كيف أطلع الأرباح. ومع السنوات صرت مرة محترف وطورت من تجارة أبوي. راحت السنوات والحمد لله أنا وأهلي كنا مرتاحين ماديا. أبوي ترك لنا بيت ملك، وهذا المحل بيتنا كان فقط دور أرضي. أنا بعد مرور السنوات هذه كلها وصارت عندي أرباح كثيرة بنيت دورين، يعني الحين بيتنا صار ثلاث أدوار، والحمد لله قدرت أني أشيل مسؤولية أخواتي وأخوي وأمي، وزوجت أخواتي واطمنت عليهم، وأخوي الصغير كمان درس في أحسن الجامعات وتخرج وبعدها توظف. أخوي طبعا لما خلص الجامعة وتوظف وظيفته كانت في مدينة ثانية، فمين اللي بقي في البيت؟ أنا وأمي فقط اللي كنا جالسين في البيت. أنا كبرت في العمر وصار عمري 39 سنة، وبيوم من الأيام كنت جالس لحالي في المحل كالعادة وأنتظر إيش بيرزقني في هذا اليوم، وكنت جالس وماسك كاسة الشاهي وقاعد أشربها، فصرت أفكر بيني وبين نفسي أنا الحين كبرت في العمر وصار عمري 39 سنة، الحمد لله زوجت أخواتي وأخوي خلص الجامعة وراح يتوظف ويكمل حياته، أكيد هو كمان بيتزوج وبكرة يخلف، طيب أنا إيش حتكون نهايتي؟ قلت لنفسي أنا كمان قبل ما يصير عمري مرة كبير لازم أتزوج وأجيب أطفال، لازم أكلم أمي تدور لي على بنت الحلال. وبالفعل أول ما رجعت من الشغل قلت لأمي: اسمع يا أمي، أنا زوجت أخواتي البنات الحمد لله، هم مرتاحين جدا في حياتهم، وأخوي زي ما أنت شفتي متوظف له سنوات ومرتاح في وظيفته، وبإذن الله قريب بيتزوج، فأنا الحين ما عندي مسؤوليات ثانية وأبغى أتزوج، وأبغاك تدورين لي على بنت الحلال. أمي قالت: جزاك الله خير عننا، أنت ما قصرت معانا من يوم ما توفى أبوك الله يرحمه. قلت لها: أبغاك تشوفين لي بنت مرة طيبة وبنت حلال، ما أبغى واحدة ما تحبك ولا تكرهك، أبغى بنت تحبك وتعتبرك زي أمها. وردت وقالت: دام خليت لي الاختيار وطلبت مني إني أجيب لك بنت الحلال، فعندي صديقة، وهذه صديقتي من سنوات مرة طويلة، حتى قبل ما يتوفى أبوك الله يرحمه. عندها بنت ما شاء الله جمال وأخلاق وطيبة وكل الصفات الحلوة موجودة فيها، وعمرها 23 سنة، فخليني أكلم صديقتي وأسأل عن بنتها. قلت لها: توكلي على الله والله يتمم لنا اللي فيه الخير. بعدها بأيام أمي على طول راحت وكلمت أم البنت وسألت عنها، وقالت لهم إنه أنا أبغى أتقدم لبنتها. طبعا لا الأم رفضت ولا البنت رفضت، لأنهم أصلا قدهم يعرفون كيف أنا وكيف إني طيب وكيف شلت مسؤولية أهلي، يعني هم عارفين كل شيء عني، والأب كان موافق والحمد لله الأمور كلها تمت على خير، وقالوا خلوا الولد يجي عشان يشوف البنت نظرة شرعية. وأنا رحت وشفت البنت ومرة عجبتني، كانت مؤدبة وجميلة ومو ناقصها شيء، وبعد النظرة الشرعية أنا حبيت إنه يصير كل شيء في خلال شهر. راحت أمي كلمتهم وهم قالوا: ما عندنا أي مانع دام الولد مستعد لتكاليف الزواج والبيت جاهز، ما عندنا مانع. وبالفعل خطبتها وبعدها ملكنا، وخلال شهر خلصنا كل شيء وتزوجنا، وزواجنا تيسر بطريقة مرة غريبة، كل شيء صار بسرعة حتى أقل من شهر. المهم لما تزوجنا جبت البنت للبيت، وصراحة ما شاء الله عليها ما فيها ولا غلطة، أكلها مرة حلو ونظافة وصناعة، وخلت البيت يلقلك. أمي لما جات زوجتي صارت ملكة، زوجتي كانت مرة بارة في أمي وما تخلي أمي تسوي شيء في البيت. مبدئيا بعد الزواج أنا كنت مرة مرتاح مع زوجتي، لما شفت كيف إنها بارة في أمي وكيف ما شاء الله عليها تعرف تطبخ وتسوي أكل لذيذ وكيف تنظف البيت. بس استغربت من شيء واحد، ما مرت ثلاث أيام إلا والبنت قاعدة تعزل في البيت كله، شالت الستاير وقاعدة تنظف تحت السراير وتحت الكنب، تقول كأني جبت شغالة للبيت مو زوجة، وأنا نوعا ما حسيت بضيقة،
تقدر تقولوا كده ان انا حسيت بضيقة صراحة، ما كنت مرتاح ابدا، يعني في النهاية انا ما جبتها شغالة البيت. انا مو مشكلة تنظف بعض الاشياء وتساعد امي، بس هي لسه توها عروسة جديدة ما لها الا يمكن 3 ايام في البيت. بس البنت مهووسة نظافة، قامت تنظف كل شيء وتعزل، مع انه بيتنا نظيف ترى، وامي ما شاء الله عليها ما تقصر. يعني قبل ما اتزوج امي ما كانت تقصر ابدا، كانت تنظف ويدها دايما على البيت، فانا شفت ما له داعي هذه النظافة كلها وانها تنشغل في البيت. بس لاحظت انها كانت تموت على شغل البيت، كان عندها وسواس ما تقدر تشوف شيء صغير على الارض او نقطة موية. كل دقيقتين اشوفها شايلة المكنسة، وكل دقيقتين ماسكة المنشفة بيدها وتمسح وتنظف وتشيل وتحط. استغربت منها مرة، قعدت فترة وأنا قاعد أراقب زوجتي وأشوف تصرفاتها اللي مرة غريبة ومو عاجبتني أبدا، لأنها ما تجلس معاي ولا تشرب شاي معاي ولا تقول لي كلمتين، على طول مشغولة بنظافة البيت، مع أني أنا شايف أنه البيت ما يحتاج للنظافة والعزل. المهم بعد أسبوع من زواجنا أنا وزوجتي سافرنا شهر العسل، وتخيلوا في الفندق إيش سوت زوجتي أول ما وصلنا للفندق. قامت تنظف كل شيء، تنظف شبابيك الغرفة. أنا صرت أطالع فيها ومصدوم، إيش فيك؟ قلت لها أنت كويسة أوديك للدكتور؟ قالت لي إيه وأنا كويسة، إيش فيك أنت ليش سألتني هذا السؤال؟ قلت لها ترى في ناس قاعدين ياخذوا رواتب بس عشان ينظفوا الفندق هذا، ما يحتاجون لنظافتك، لا تتعبي نفسك، إحنا جينا هنا عشان نطلع ونقضي وقتنا مع بعض. بس الآدمية هذه ما تفهم الكلام. قلت لها كل ما طلعنا إحنا ورحنا نتعشى ونتغدى ونتمشى، على طول العمال يدخلوا وينظفوا الغرفة، ما يحتاج أبدا إنك تنظفي. قالت لي أنت كيف تسمح إنه ناس غرباء يدخلوا غرفتنا وينظفوها؟ أنا موجودة، إيش الحاجة لهم؟ لا تخلي أحد يدخل غرفتنا، إذا أنا موجودة أنا اللي بنظف، ولما نطلع بنقفل غرفتنا، لا تسمح لهم أبدا إنهم يدخلوا. الآدمية صارت تصارخ علي ومعصبة، أنا سكت وما قلت لها ولا كلمة. قالت لي ممكن العمال اللي يدخلوا غرفتنا يسرقوا من أغراضنا وإحنا ما ندري، يمكن نظافتهم مو حلوة، فأنا ما يعجبني هذا الشيء، أنا أعرف نظافتي وأعرف فين أحط كل أغراضي وأنا بنظف غرفتنا. راحت الأيام وراحت الأسابيع ورجعنا من السفر وبدينا بحياتنا الطبيعية. أنا نظامي كان قبل ما أتزوج كنت عايش مع أمي لحالنا في البيت، أروح الصباح للمحل وأرجع الظهر أتغدى وأنام لي شوية، وعلى قريب العصر أرجع للمحل وما أرجع إلا في الليل. الحين لما تزوجت عشت على نفس النظام، فكنت متوقع من زوجتي انه لما اروح الصباح للشغل هي كمان تصحى تنظف البيت وتخلص كل شغل البيت، ولما ارجع الظهر نجلس نتغدى، تجلس تتغدى معايا وتسولف معاي شوي وانام شوي. بس لا طبعا، زوجتي المهووسة كانت غير، طول يومها تنظف، حتى لما اجي وقت الغدا هي تكون واقفة في المطبخ، مع انه ما في شيء يحتاج لهذا التنظيف، حتى الاكل امي هي اللي كانت تسويه. فلما نجلس انا وامي وهي نتغدى احنا خلاص جالسين مرتاحين، قاعدين ناكل بكل هدوء ونسولف ونقضي وقتنا الحلو. اما زوجتي كانت تاكل بسرعه كانه في احد قاعد يجي وراها، تبي تلحق على شغل البيت، تقول عندي كوي وعندي اغسل الحمامات الله يكرمكم وعندي شغل مره كثير، تتحجج باشياء مره كثير ما ادري ايش فيها. قلت لها خلينا نجيب وحده تساعدك في شغل البيت، انا مقتدر واقدر اني اجيب لك بدل الوحده 3، اهم شيء انت ترتاحي وتجلسي معي. تقول لي لا ما ينفع ابدا انه اي وحده غريبه تجلس تنظف البيت، انا ما تعجبني نظافه احد الا نظافتي، انا مستحيل اني ارضى بنظافه عاملات، ما اقدر الا اني انا افرك واحك واكنس وامسح واشم ريحه الكلور، وانا داخله للبيت ابغى ريحه الكلور تعبي البيت كله، ابغى نظافه من جد، تمسيح الجدران وتنظيف الشبابيك، كل شيء ابغاه يلقلك، ما حد يبرد نفسي بالنظافه الا انا. سبحان الله، امر الحرمه هذه مره غريب، يعني انا قد شفت وعشت مع اخواتي وعشت مع امي، ما شفت احد مهووس بالنظافه زي زوجتي، انا ابغاها تجلس معاي في الوقت القليل اللي عندي، امرها مره عجيب. بعد فتره زوجتي حملت وصارت تتوحم بالنظافه، تخيلوا ايش اللي صار، 24 ساعه في البيت تنظف، الحين ما صارت تاكل ولا صارت تجلس، يا دوب تاكل وهي واقفه وعلى طول تروح تنظف، تنظف بالكلور وتنظف بادوات نظافه مره ريحتها قويه، يعني ممكن هي تتضرر كمان. احنا كمان ما قدرنا ان نجلس في البيت من الروائح الزايده هذه، وضعها كان مره مو طبيعي، البنت صارت عصبيه وتتضارب معاي طول الوقت وتعلي صوتها وطول الوقت تنظف وتقول انا مو شامه ريحه كلور، مو شامه ريحه ادوات نظافه، انا شامه ريحه كريهه في هذا البيت. بعد ما شفت وضع زوجتي مو طبيعي وإنها كل ما شافتني لازم تتضارب معاي حتى بدون أي سبب، أنا انقطعت عن البيت، ما صرت أجي في وقت الغداء، صرت أجي مرة واحدة في الليل وعلى طول أدخل غرفتي وأنام، والصباح لما أصحى أكل مع أمي الفطور وبعدها أروح للمحل.
تخيلوا مالي متزوج إلا شهور قليلة وصرت أتغدى في المحل، صرت منقطع عن البيت، حتى أمي تعبت منها، صرت أكرهها. تخيل وصلت معاي إني أجلس في المحل لوقت متأخر، أجلس إلين ما هي تنام، أتأكد إنها نامت، وقتها أرجع للبيت عشان مرة طفشت من مضارباتها. كنا عايشين في هذا العذاب لين جاء وقت الولادة. لما نقرب وقت ولادتها جهزت كل شنطها وكل أغراض البيبي، وقالت لي إنها تبغى تولد في بيت أهلها وتبغى وقت النفاس كمان تجلس هناك. أنا ما صدقت إنها قالت لي بتروح بيت أهلها، خلاص أبغى أرتاح منها، أبغى أتنفس، أبغى أعيش في هدوء زي ما كنت عايش قبل ما أتزوجها. وبعد ما جاء وقت ولادتها اتصلت علي وقالت لي لازم تجي توديني للمستشفى، ورحت أخذت أمي ورحنا عندهم، أخذتها للمستشفى أنا وأمي وأمها، ورحنا للمستشفى والحمد لله جابت لي ولد. بعد ما ولدت جلست في المستشفى 3 أيام، وأنا الـ3 أيام هذه قفلت المحل وكنت جالس معاها، طلعتها من المستشفى وديتها البيت أهلها، والفترة هذه كنت أروح أزورها كل يوم. بعد ما ولدت وصارت نفاس البنت صارت مرة عنيفة معاي، وأول ما تشوفني على طول تتهاوش معاي، ما تسوي حساب حتى لأهلها، ما تستحي منهم قدامهم، تعلي صوتها وتصارخ وتتضارب. وفترة أنا انقطعت عنها يمكن كانت 3 أيام ما رحت عندهم، أمي سألتني بيوم قالت لي ليه ما صرت تروح عند زوجتك، هي تحتاجك في الفترة هذه. قلت لها الصراحة أنا صرت ما أطيقها ولا أطيق أشوف وجهها. قالت لي إيش السبب، إيش سوت لك؟ وقمت حكيت لها اللي قاعدة تسويه وتصرفاتها قدام أهلها. أمي قالت لي أصبر عليها، هي فترة نفاس وهذه فترة صعبة عليها ونفسيتها تكون تعبانة. المهم قعدت أمي تطبطب وكده وأقنعتني أني أروح عندها وأصبر عليها. المهم بعد كلام أمي هديت وصرت أروح لها زيارة وأصبر عليها. جلست عند أهلها 40 يوم، وبعد 40 يوم هذه رجعت للبيت. تعالوا شوفوا حياتنا كيف صارت بعد ما رجعت، صارت أسوأ من قبل، طول الوقت تصارخ وما تبغى تسمع الولد يبكي. أنا اللي أعرف إنه الولد أمه تشيله وترضعه، لأنه طفل صغير لسه ما كمل الشهرين أو الـ3 شهور، لسه يدوب نونو. أما هي لا، تبغى تروح تنظف وتسيب الولد. ورحت كلمتها قلت لها أنا بجيب واحدة، لازم ضروري جدا إنه واحدة تيجي تساعدك، يا تمسك شغل البيت وتساعد أو تساعدك مع الولد. قالت لي أنت إيش وضعك؟ من أول وأنت تقول لي بجيب واحدة بجيب واحدة، يعني أنت تبغى تخونني مع الشغالة اللي تجيبها؟ قلبت الموضوع علي، وأنا اللي خايف عليها وأبغى أرحمها. شوفوا كيف تفكيرها فين راح. قلت لها براحتك سوي الشيء اللي يريحك، وأنا انقطعت عن البيت تماما، أجي في نص الليل أنام وأطلع الصباح مرة بدري وأروح للمحل، ما أجي للبيت أبدا إلا وقت نومي. أمي مسكينة هي اللي تعبت معاها، تقوم تروح تمسك الولد الصغير ودي تروح زي المجنونة تنظف. عشت معاها وضع مرة سيء وهواش، بالليل لما أرجع البيت وأبغى أنام أحط راس قبل ما أغمض عيوني النونو يبدأ يبكي، وهي أول ما تسمع صراخه وبكاء وتقوم تمسك وتبدأ تصارخ وتتهاوش معاي. وعشنا على هذا الوضع لمدة 4 شهور، لما صار عمر النونو 4 شهور زوجتي حملت مرة ثانية. شوف الصراع والحرب اللي دخلناه بعد ما حملت للمرة الثانية، الآدمية تجننت حرفيا، صارت تتهاوش معاي وتقول لي أنا ما أقدر أتحمل حمل ثاني، هذا الولد لسه عمره 4 شهور أنا ما أبغاه ومدري إيش. استغربت منها، يعني هذا قدر ومكتوب، ربي اللي قدر إنك تحملي في هذا الوقت، أنا إيش بيدي أسويه؟ إني أنا كلمتها وقلت لها أبغى أجيب واحدة أو 3 أو حتى 5، أهم شيء يساعدونك في البيت ويساعدونك في البيبي، بس هي ما هي راضية. أنا أمي مرة تعبنا معاها وصارت حياتنا صعبة، أنا ما أبغى أطلقها وأظلم عيالي لأنه أنا عشت يتيم بدون أب، فأنا أعرف معنى إنه الأب ما يكون موجود في حياتك. وبيوم رحت أكلمها وحاول إني أقنعها، قلت لها اسمعي يا بنت الحلال، ما حد طلب منك إنك تروح تنظف البيت، ما حد طلب منك إنك تتجنني بالنظافة، أنت ماسكة ولد عمره 4 شهور وحامل، وضعك مو تمام، وما تبغيني أجيب لك وحدة تساعدك، إيش وضعك؟ أنا إيش أقدر أسوي لك؟ قلت لها ترى أنا مو مرتاح في البيت، حاسس إنه أنا مو متزوج، حاسس إنه أنا كأني مشرد، طول الوقت خارج البيت وأحاول إني ما أشوفك عشان ما تعصبي وتصرخي، وأنا عارف وضعك الحين أنت حامل ومعك طفل صغير، ما أبغى الحياة هذه، بس إذا إحنا عشنا على هذا الوضع بيتنا بيخرب. أول ما سمعت كلمة بيتنا بيخرب على طول قالت لي أنت قاعد تهددني بالطلاق، تبغى تطلقني طلقني ما عندي أي مشكلة، أنت مو مجبور إنك تخليني على ذمتك، إذا تبغى تطلقني طلقني ورجعني البيت أهلي، أرتاح منك ومدري إيش، وتقول كلام مرة كثير، وعلى طول تقلب الطاولة، وعرفت إني ما أقدر آخذ منها لا حق ولا أقدر آخذ منها باطل، خلاص صرت أسكت أطلع من البيت وأنا ساكت، ما أطالع فيها، أسلم على ولدي وأسلم على أمي وأطلع من البيت أروح لشغلي، وأرجع من البيت ما أقول لها أي شيء غير سلام عليكم، أدخل غرفتي وأنام، ما أبغى أفاتحها بأي موضوع. يعني صرت ما أقدر أتصرف معاها بأي شيء،
أي كلمة تطلع مني تتهاوش، أي شيء أجيبه للبيت ما يعجبها، تصارخ وتتهاوش معايا أنا وأمي. زي ما قلت لكم أنا ما أبغى أطلقها وأخلي عيالي يضيعوا بيننا. فكرت وقلت بيني وبين نفسي خليني أصبر عليها، يمكن مع الوقت تتغير، يمكن لو خلفت الولد الثاني تصير إنسانة هادية. فكنت أصبر نفسي. الحمد لله بعدها ولدت زوجتي وجابت لي ولد، ومرت السنوات وصاروا عيالي بعمر 6 سنوات. زوجتي هوسها في النظافة صار مرة زيادة من يوم ما كبروا أطفالا، تعرفون كيف الأطفال يلعبون والبيت ما يقعد مرتب ونظيف. وزوجتي صارت مجنونة، بس تصارخ على الأطفال وتهاوش وتقول لهم لا تلعبوا وما أعرف إيش، يعني بالعربي صارت مرة كريهة. وأنا صرت أكره إني أجلس في البيت وأكل في البيت. زوجتي ما تبغى تعترف إنه هي مريضة وتحتاج للعلاج. مرت سنة وإحنا عايشين على نفس هذا الصراع. صاروا عيالي عمرهم 7 سنوات وهي حملت وجابت نونو ثالث، الحين عيالي صاروا 3 وهي صارت مجنونة أكثر وموسوسة أكثر، لدرجة ما تهتم بنفسها ما تهتم بشكلها، طول الوقت تنظف وتصارخ، لابسة لبس واحد ورابطة شعرها بطرحة، ما تغير لبسها حتى إنها ما تتروش، يعني من كثر ما هي مهووسة بالنظافة نسيت إنها تنظف نفسها. صارت كأنها واحدة عمرها 100 سنة ماشي ورا العيال، ما تخليهم براحتهم يلعبوا ويتنفسوا، كاتمتهم بأدوات النظافة. حسيت أنه أنا مظلوم بهذا الزواج ومع هذه البنت. ولما أجلس أقول لها أبغاك تجلس معاي تقولي لي كلام حلو، تطلع من الغرفة وهي معصبة تقول لي أنا أصلا عارفة ليه أنت جالس طول يومك في المحل، تطالع على الرايحة وتطالع على الجاية، حتى زباينك كلهم حريم، أكيد أنت خنتني، يعني تدخل في مواضيع ثانية تماما. انسدت نفسي منها لدرجة ما أكلمها أبدا. أنا وهي صرنا مرة بعيدين عن بعض. المهم راحت السنوات وأمي توفت الله يرحمها. بعد ما توفت أمي أنا دخلت في حالة نفسية مرة سيئة، حياتي صارت كئيبة وصعبة، الحين ما عندي أحد أشكيله، منبع الحنان راحت، أمي اللي كنت عايش معها طول حياتي راحت وتوفت الله يرحمها، وما حد قدامي غير هذه الزوجة النكدية. أمي كانت سندي، كانت الشخص اللي أنا أروح أشكيله لما خلاص ما أقدر أتحمل زوجتي، أروح أقول لها كل شيء وهي تصبرني. لما توفت أمي أنا صرت وحيد والبيت بالنسبة لي صار ظلام، واستمريت بحياتي بعد ما توفت الله يرحمها، وكنت أروح للمحل وأرجع وقت متأخر في الليل عشان ما أشوف زوجتي لأنها ما تغيرت على مرور السنوات هذه كلها. بيوم أنا سبت زوجتي وهي تنظف البيت وجهزت كل أدوات النظافة، صابون وكلور وموية وكل شيء، وحطتهم جنب الدرج، كانت تبغى تغسل الدرج. مرت نص ساعة وأنا موجود في المحل ولسه يدوب أقول بسم الله إلا ألاقي ولدي جاي عندي وهو يبكي يقول لي إلحق علينا أمي ماتت. رحت وراه جري، أول ما دخلت من باب البيت شفت قدامي زوجتي مغمى عليها، ما أدري إذا كان هذا إغماء ولا إنها توفت، بس أول ما شفتها انصدمت وعرفت إنها طاحت من أول الدرج. تخيلوا 3 أدوار طاحت من أول الدرج لحد النهاية، وديتها على طول للمستشفى والدكتور قال إنه رجولها الاثنين انكسروا وفي كسر كمان في ظهرها. زوجتي جلست لمدة 2 شهر في المستشفى عشان تتعالج، وبعد ما رجعت للبيت أمها وأختها وقرايبها صاروا يجوا عندنا للبيت زيارات. وبيوم من الأيام جات وحدة تكون قريبة لزوجتي وهي قريبتها من ناحية أبوها، وهذه الحرمة جاتنا من مدينة ثانية، وأم زوجتي هي اللي جابتها لبيتنا وقالت لزوجتي أنا ما أبغاك تشتغلي بعد كده في هذا البيت، ما أبغاك تنظفي أو تسوي أي حاجة، أنا عارفة إنك ما تحبي وحدة تدخل للبيت وتنظف غيرك، بس هذه أنت تعرفيها وهي قريبتنا فأبغاها تقعد معاك وتساعدك وتنظف. وهذه قريبة زوجتي أرملة، زوجها متوفي وتربي أيتام أطفال مرة صغار، فهي حالتها المادية صعبة. أنا وافقت على كلام أم زوجتي وخلينا الحرمة هذه تجلس تعيش معانا، كانت تنظف وتطبخ وتساعد زوجتي، ما شاء الله عليها الحرمة هذه ما قصرت معانا بشيء. غير هذا كله مرة حنونة وعاطفية جدا، إنسانة كلامها زي البلسم على القلب، متربية وطيبة وملابسها محتشمة ما شاء الله عليها، ما تحط عينها في عيني، أهم شيء عندها تسوي شغلها واللي عليها وتجلس مع زوجتي تساعدها. لاحظت عليها إنها ما شاء الله تبارك الله أول ما تسوي الفطور أو تسوي الغداء أو العشاء على طول تحط لي على جنب وتقول لي أفضل كل أكلك وهو حار ولا تخليه يبرد، وتقول كلام زي العسل ما شاء الله عليها. ومرة حنونة مع عيالي مع إنها تشتغل طول اليوم وتسوي شغل أكثر من ما كانت تسويه زوجتي، بس هي رايقة وما تصرخ وما تعصب، حنونة مع عيالي وتهتم فيهم وتخليهم براحتهم وتلعب معاهم وتنبسط معاهم، مو زي زوجتي النكدية. حتى لما تأكل عيالي مرة حنونة تقول لهم كل يا قلبي كل يا عيوني، حتى عيالي صاروا يحبونها. زوجتي أول كانت ترمي علينا الصحن وتقول كلوا أنا تعبت معاكم من الصباح قاعدة أكرف واشتغل وأنظف، بس الحرمة هذه لا، تطبخ من كل قلب وبكل حنية تقدم الأكل وتساعد زوجتي وتهتم فيها تروشها وتغير لها.
أحس كأنها ما قاعدة تسوي شيء، بس البيت نظيف والأكل مرة لذيذ. أنا كنت أشوف الشغل الكثير اللي كانت تسويه وأشوف كيف تهتم بعيالي، وأنتظر اللحظة اللي هي تعصب فيها على عيالي وتقول الشغل كثير وما أقدر أتحمل، بس هي كانت تبهرني بكل يوم. طبعا قريبة زوجتي هذه أكبر من زوجتي ب10 سنوات، لما تشوفوا شكلها تقولوا إن زوجتي هي أكبر من هذه الحرمة ب20 سنة، مع الكرف والتعب وشغل البيت واهتمامها بزوجتي واهتمامها بالعيال، وطول الوقت تطبخ وتسوي، بس تحسها نظيفة وحلوة وتهتم بنفسها مرة. جلست أقارن بين زوجتي وقريبتها وأقول لنفسي إذا هو من ناحية الشغل الكثير والكرف في البيت، هذه قاعدة تشتغل أكثر من زوجتي وما هي معصبة وطول وقتها رايقة ومهتمة بنفسها. أنا من يوم شفت الحرمة هذه اتذكرت حنان واهتمام أمي الله يرحمها. المهم أنا بعد ما كنت منقطع عن البيت صرت أجي في وقت الغداء وصرت أجي بدري للبيت، صرت ما أنقطع عن البيت أبدا. تستقبلني هذه الإنسانة وتقولي جزاك الله خير على هذا الاهتمام وكل الأشياء اللي تجيبهم، إنسانة في قمة الأخلاق والطيبة. قريبة زوجتي هذه جلست عندنا 3 شهور، وفي خلال 3 شهور هذه كل 15 يوم كانت تروح تزور عيالها وترجع، كانت تاركة عيالها مع أمها الين جاء اليوم اللي زوجتي رجعت لها صحتها. هذا معناه إنه قريبتها بترجع لبيتها. أنا صراحة مرة زعلت وتعودت على وجودها في البيت وعلى حنانها وعلى طيبتها وعلى اهتمامها فينا وإنها إنسانة هادية ورايقة. ويوم جاتني زوجتي قالت لي بكرة بترجع قريبة البيت وأبغاك توصلها لمحطة الباصات، جهزت لها زوجتي كيس مرة كبير فيه له أكل نظيف وفيه له أغراض نظيفة وشكرتها وقالت لها سامحيني إذا قصرت معاكي، وأعطتها كل رواتبها وفوقهم زيادة. أخذتها وديتها لمحطة الباصات وشكرتها وقلت لها سامحيني إذا بيوم قصرت معاكي بشيء، وهي نفس الشيء قالت لي اهتم بزوجتك تراها زي أختي واهتم بعيالك والله يسخركم لبعض. أنا كنت مرة زعلان إنها بتروح وترجع لبيتها، وأفكر بيني وبين نفسي كيف أرجع أشوفها مرة ثانية، كيف أرجعها لبيت أنا مرة ثانية. وأنا قاعد أسوق قلت لنفسي لازم أخذ رقمها، قلت لها تعرفين الناس يبيعون قمح بكميات مرة كبيرة عشان أبغى أطور من محلي وأكبره وأبغى أبيع فيه قمح. قالت لي أعرف وأنا أجيب لك رقم وأرسل لك. قلت لها طيب أعطيني أنت رقمك وإن شاء الله بنيجي زيارة أنا وزوجتي وعيالي عشان لما نيجي عندكم أتصل عليك. انبسطت من كلامي وقالت لي لما تجون عندنا أتصل علي بدري. وبعد ما أعطتني رقمها أتصلت عليها وهي سجلت رقمي عندها، ووصلتها عند محطة الباصات ونزلت وتأكدت إنها ركبت في باص وراحت بالسلام، والحمد لله أنا رجعت لبيتي ووصلت للبيت وحسيت البيت كله ظلام بدونها وبدون طيبتها وحنانها. المهم رحت عند زوجتي وقلت لها ترى أنا أخذت رقم فلانة عشان إن شاء الله بإذن الله قريب أبغى أروح عندها وأخذك معايا لأني أبغى أشتري من عندهم قمح. قالت لي إنه القمح عندهم مرة حلو، وصح كلامك كويس كويس إنك أخذت رقمها، وترى زيت الزيتون كمان عندهم مرة حلو وتقدر تجيبه لمحلك. فقلت خلاص الإجازة الجاية إن شاء الله أنا وإنتي والعيال بنسافر عندهم. واستمرينا بحياتنا، وحليمة رجعت لعادتها القديمة، رجعت لعصبيتها، رجعت لصراخها، ورجعنا أنا وهي نتهاوش واستمرينا على هذا الوضع والحياة الصعبة هذه مع زوجتي. وجاء رمضان وأول 15 رمضان راحت في الهواش، وال15 الثانيين على أساس إننا نروح السوق ونشتري ملابس العيد أنا وزوجتي وعيالي. رحنا للسوق على أساس نشتري زي ما قلت لكم، دخلنا في محل بجايم للحريم. أنا دخلت مع زوجتي وكنت قاعد أطالع في البجايم وهي كانت واقفة بعيد عني، جت عيني ببيجامة مرة حلوة نزلتها وديتها لزوجتي وأقول لها شوف البيجامة هذه مرة حلوة وألوانها فاتحة، والمحل كان مليان حريم قاعدين يشتروا. فجأة لما شافتني ماسكة البيجامة وأنا قاعدة أكلمها صرخت بأعلى صوتها وقالت لي أنت أصلا ما تعرف تختار وما قلت لك تختار لي، خليك واقف هناك أنا بنقي اللي أبغاه وأنت خليك بعدين تعال ادفع الفلوس. تخيلوا تهاوشني قدام كل الحريم وكل الناس تصرخ علي كأننا في البيت لوحدنا. بعد ما سوت هذا الشيء أنا سكت عنها وما قلت لها ولا كلمة، أنا واقف جنبها جت عيني بعين واحدة. وقتها زوجتي كانت تطالع فيني، أول ما شافت إنه عيني جت بعين الحرمة والله كانت بالغلط، زوجتي صارت تصرخ وتهينني قدام الناس تقول لي أنت أصلا داخل معاي هذا المحل اللي خاص للحريم بس عشان تطالع فيهم عشان تسوي وعشان ما أعرف إيش وعشان تخونني، وأنت ماشي مع هذه الحرمة اللي قاعد تطالع فيها وأنتم مسويين موعد في هذا المحل قدام الناس، صارت تصارخ علي وتسبني. تخيلوا كل الناس يطالعوا فينا وهي تقول لي يا الواطي يا الحقير يا اللي ما تستحي على نفسك، وأنا اللي حسبك جايبني للمحل هذا عشان تشتري لي اللي أبغاه، أتاريك قاعد تطالع على الحريم. وما خلت كلام وصخ إلا وقالته لي قدام كل الناس، وأنا بودي كده أمسكها من شعرها وأدوس عليها برجلي وأضربها قدام الناس، بس مسكت نفسي ومسكت غضبي وطلعت من المحل وسبتها. ولما طلعت من المحل وسبتها صارت تجي وراي ورمت كل الأغراض اللي بيدها
وتبغى تتهاوش معاي. زعلت يعني ليه سبتني وخليتني وطلعت وطنشتني؟ ليه ما تهاوشت معاي؟ لما جت وراي أنا ما قدرت إني أتحمل كلامها، قلت لها اليوم ما حترجعي معاي للبيت، ارجعي لحالك وسيارتي ما حتركبيها. أخذت العيال وطلعت وأنا حاسس بالإحراج والغضب. رجعت للبيت ودخلت على غرفة نومي، انسدحت على السرير وصرت أفكر. أنا من يوم ما تزوجت الآدمية هذه ما ارتحت في حياتي. أنا إيش مستفيد من هذه الزواجة؟ إيش مستفيد من هذه الزوجة اللي قاعدة تخليني أموت من العصبية؟ إيش مستفيد منها؟ عشان عيالي؟ ما أنا كمان كبرت بدون أب. شوفوني الحين ما شاء الله علي إنسان ناجح وعندي شغلي الخاص وباني بيت أهلي، ما في شي ناقصني. إيش بيصير لعيالي لو انفصلت من أمها؟ مستحيل إني أكمل معاها، مستحيل إني أرضى بهذا العذاب بعد الآن. وفي وقتها دقت علي باب الغرفة. طبعا أنا كنت مقفل باب الغرفة بالمفتاح. صارت تدق زي المجنونة، فتحت لها باب الغرفة ودخلت وصارت تسبني وتصارخ علي تبغاني أتضارب معاها. قلت لها اسمع يا بنت الحلال، من اليوم ورايح ما في شي يجمعني معاك. قالت لي إيش قصدك؟ قلت لها اسمعي أنا بطلقك اليوم، خلاص ما أقدر أستحمل الحياة الصعبة هذه معك، ما أقدر أتحمل عذابك وصراخك وعصبيتك. أنا مهما صبرت عليك أنت ما رح تتغيري أبدا. قلت لها أنت طالق ومن اليوم ورايح ما أبغى أشوف وجهك أو أسمع صوتك، والبيت هذا بتسكني فيه في الدور الثالث وبسوي لك باب خاص وما أبغى أشوف وجهك. عصبت وصارت تصارخ وأنا طلعت من البيت كله ورحت للمحل ونمت يومين في المحل. بعد 3 أيام بالفعل وديت لها ورقة الطلاق وخليت الدور الثالث في بيتنا يكون خاص فيها ولعيالي، وكنت أدفع كل شيء من مصاريف ونفقة لعيالي وكل حاجة هي تحتاجه أنا كنت أعطيها. بعد ما طلقتها الحمد لله ارتحت بحياتي ورجعت للهدوء والسلام. وبعد شهر كلمت قريبة زوجتي وقلت لها أنا بجيكم عشان أبغى أشتري القمح. بالفعل كنت أبغى أشتري قمح بس في نيتي شيء ثاني كمان. رحت عندها مستقبلني أخوها لأن هي عايشة مع أمها وأخوها وعيالها، وقلت له اسمع يا ولد الحلال أنا جاي خصصا عشان أتقدم لأختك، أبغاها على سنة الله ورسوله. وعلمت أنه أنا طلقت زوجتي. الأخ قام قال لي مستحيل أختي ترضى فيك لأنك كنت متزوج من قريبتنا. قلت له ممكن تروح تكلم صاحبة الشأن وإذا هي رفضت ما حتشوف وجهي مرة ثانية. وبالفعل جات قريبة زوجتي وأمها وأخوها وكلنا جلسنا. أنا قلت لها أنت تعرفي كيف كانت زوجتي متعبتني في حياتي وأنا جاية الحين لبيتك ومتقدم لك على سنة الله ورسوله. أمها طبعا وافقت وقالت لي أنا ما عندي أي مانع دامك دخلت من الباب وتبغى تتزوج بنتي على سنة الله ورسوله. والبنت كمان وافقت لأنها تعرف قد إيش أنا رجال طيب وأتحمل المسؤولية وقد إيش كنت أهتم بطليقتي وعيالي. بعدها تزوجنا وعشت أجمل سنوات حياتي معاها. زوجتي بعد ما عرفت أنه أنا أخذت قريبتها وتزوجتها جاتنا وسوت لنا فضيحة وتجنت. بس طبعا إحنا طنشنا وما عطيناها أي اعتبار واستمرينا بحياتنا. وزوجتي الثانية بالفعل كانت العوض اللي أنا عشت معاه بسعادة وخلفت لي ولدين والحمد لله ارتحت بحياتي. وبس انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استمتعتوا. إذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستغرام.